ثم دخلت سنة 1383 والخليفة أمير المؤمنين المتوكل على الله والسلطان فرج بن برقوق، وكان سعر غرارة القمح 50 درهما والشعير والفول 30 فما دونها والأرز 150 درهما، وهذا الغلاء في مصر والشام لم يعهد من قبل. وفي 9 من المحرم قدم البريد من دمشق بأن تيمور لانج نزل على سيواس، وفي صفر أوله الثلاثاء، وفي ثانيه وجد شاب أمرد قد قتل ورمي في التربة التي في الجدرة، فأخذ وغسل وكفن بوزرة ولم يعرف من هو ولا من قتله. وفي سابعه وصل إلى دمشق مبعوث السلطان الأمير إسبنقا، ومعه رسالة إلى النائب والقضاة بخروج العساكر الشامية إلى حلب، وفيما يحض على قتال تيمور ويقول إنا واصلون عقب ذلك. وفي 15 خرج نائب دمشق ومعه العساكر الشامية قاصدا حلب، ونودي في البلد بمنع الناس من كراء الدواب للسفر وبمنع الناس من المسافرة، ونودي أيضا بأمر القضاة بالكف عن المنكرات. وفي ربيع الأول عمل السلطان المولد النبوي على العادة، وفي 15 وصل بريدي إلى دمشق ومعه بطاقة بكسرة العسكر الشامي وسقوط مدينة حلب في يد تيمور لانج، وقد فعلوا فيها من الأفعال الشنيعة ما تشيب له النواصي. نسأل الله النجاة. ضاعت حلب ولم يبق فيها ما هو قائم إلا مئذنة من الجماجم، ونودي على الناس بالتحول إلى البلد والاستعداد للعدو، فاختبط الحال، حصل الضجيج والبكاء، وأخذ الناس في النقلة من حول البلد إلى داخلها. وفي 18 وصل الهاربون من حلب وحماة وأخبروا أن تيمور لانج متوجه بعساكره إلى دمشق. وفي 19 هم نائب الغيبة في دمشق بالفرار، فوقف له العامة وأهل الإقبيبات ينتظرونه، فلما خرج ضربوا بالمقاليع وسلوا السيوف ونالوا منه، فرجع إلى دار السعادة. وفي نهر بردة يجري الماء في غاية الضحالة، وقد كثرت الضفادع فيه كثرة فاحشة. ودخل ربيع الثاني حاملا الخير، فقد وقع مطر كثير جدا مع رعد وبرق وجرت منه المزاريب، وقد وقع المطر بعد 2 من الحادثة التي جرت مع جمال الدين بن الشرائجي، إذ أحرق القضاة كتبه ورفعوه إلى سجن القلعة، وقيل إنه يبطن الإلحاد والزندقة، وفيه بيع اللحم 7.5، وهذا شيء لم يعهد، والناس في غاية الشدة والسائلون يملؤون الطرقات والجوامع. وفي 18 جاء الخبر بأن السلطان خرج من الريدانية ومعه العساكر المصرية متوجها إلى دمشق، ففرح الناس بذلك. وبعد المطر خفت روائح بردا، لكن ظل جريان الماء فيه ضعيفاً.